مباراة للنسيان. دي اكيد مباراة للنسيان حاجة بسيطة جدا ايمن، مفيش حد النهاردة من فريقك في مستواه الطبيعي. ايه الاسباب؟ الا الشناوي. لولا وجود الشناوي النهارده كانت النتيجه ارتفعت عن هذا بقت بكتير. لكن في يعني كل فرقتك مش موجوده في الملعب. ايه الاسباب اللي زور مستواك؟ بص هقول لك حاجه، مش كلام للاستهلاك. ممكن يكون بدنيا انت تعبان، اجهاد. بس هرجع اقول لك يا ايمن، تعبان بدنيا واجهاد مش من بدايه المباراه. احنا كنا بنشتغل بسرعه وكنا اتفقنا على حاجه، ان في حلقه مفقوده في وسط الملعب في 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 فريق النادي الاهلي. ده كان مأثر معاك قوي في الشوط الاول النهارده، كان كل الاستحواذ دي مهمة، انت مالكش شكل في الشوط الاول. عملت الغلطه اللي احنا مش بنحبها، الدخول بطيء في المباراه، سبت برضو الدخول ببطء ببطء، هو عالي انت ما عليتش. يعني المباراه بدات بطيئه ما فيهاش متعه، لكن هو مع مرور الوقت بدا يعلى بالاداء شويه. انت على نفس الوتيره، نفس الاخطاء، نفس المساحات الكتير قوي اللي عمره شفتها في وسط النادي الاهلي. التمريرات المقطوعه، التمريرات طبعا تمريرات مقطوعه كتير جدا. عدم استحواذك على الـ على الـ على الـ على الـ على ادائك في المباراه نفسه مش موجود. انت ما عندكش استحواذ، انت مش عارف تبني هجمه. عشان كده الهجمات في الشوط الاول نادره، لما كنت بتشوف هجمه منظمه. انا بقول لك اول هجمه شفتها النادي الاهلي في الدقيقه 36 من الشوط الاول، عمرها ما حصلت ايام خالص في تاريخ النادي الاهلي في مبارياته. مع ان هم الشوط الثاني مش عاملين عليك الضغط ولا حاجه. هم مش عاملين، هم على فكره، على بص ايمن، هو على فكره هو لعبك بنفس الشكل، هو ما غيرش شكله. انت اللي الشوط الاول سايب الشوط الاول عشان هو كان كده شكله احسن منك. الشوط الاول هو كان ممتلك زمام الامور زي ما بيقولوا لحد ما احرز الهدف. بعد الهدف انت كمان خرجت من المباراه زياده، يعني انت حاسس انت وحش. هو اللعيبه حاسه ان هي مش فايقه، مش كويسه. بعد الهدف كمان انت خرجت مباراه زياده. هو بدا على نفس الاداء ونفس اللعب، هو ما غيرش اداؤه في الشوط الثاني. بالعكس، هو اخر ربع ساعه بدا يلعب على مدافع كويس قوي وبيلعب كور طويله، وكان ممكن يحرز فيك هدف او هدفين بنفس اللعب ده. لولا الشناوي، لولا الشناوي، تالق الشناوي الشوط الثاني ما شاء الله تالق مش طبيعي. انت ادائك عليه على استفهام كتير قوي النهارده. لازم اللعيبه تعرف النهارده مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه وحشه. مش عيب انك تقول النهارده انا لعبت مباراه وحشه، او مش عيب النهارده يبقى يومك وحش كله، لكن العيب انك تكابر، العيب انك تقول النهارده انا ما كنت كويس. لا النهارده الاداء مش هو اداء النادي الاهلي. كنت اتمنى يبقى الاداء احسن من كده، لكن انا معاك ان في تعب وفي اجهاد، لكن كمان في غلطات في الملعب نفسه، في غلطات من اللعيبه نفسها. حتى لو انا مجهد او تعبان يا ايمن، ما ادورش على الصعب. انا دايما بقول الكلمه دي هنا، على الاقل لو انا تعبان اقدر اقف صح. يعني انا النهارده لو انا شايف فرقتي تعبانه، ما خلاص مش لازم اعمل ضغط. بالعكس، انا انزل نص ملعبي واقرب خطوطي قوي. طول ما انا تعبان لازم تبقى لعبتك قريبه، لازم، ما ينفعش. بالظبط، انت برضو النهارده عامل خطا في الشوط الثاني ملوش حل. صحيح. محمد عبد المنعم وياسر على خط 18 عند الشناوي، ما ينفعش وانا تعبان. دي بديهيات في كره القدم. لما اكون تعبان لازم خطوطك تبقى قريبه جدا جدا جدا، حتى لو الخطا ممكن تعالجه. لكن انت بتسيب مساحات لفريق بيلعب على المساحات، وهو بعد مرور ربع ساعه وثلث ساعه من الشوط الثاني، هما برضه اللعيبه شايفه في الملعب ان مفيش طفره حصلت في النادي الاهلي. مفيش حته انا عايز اتعادل، مفيش الغل بتاع النادي الاهلي، مفيش الضغط الهجومي. فهو بدا يلعبك كمان، هو كمان لعبك استهلاكي تماما، بساط كتير قوي، وبياخد ضربات ثابته كتير. الضغط بس عدم الفوقان ده، او حتى احنا ساعات بتبني مثلا على واحد فايق كويس، مفيش واحد فايق خالص. ما دي يعني الاجهاد ممكن يكون متمكن من اللعيبه كلها. لا انا مش بقول لك، انا مش على فكره، مش بقول الاجهاد والتعب هو الاساس. لا لا لا، ما احنا عايزين نحط ايدينا على الاسباب. انا مش هعمل زي المذيع اللقاء اللي بيتكلم ده بيقول ايه، بيضلل يعني اساسا. لا ايوه، انا بقول في بعض اللعيبه مجهده ماشي، في بعض اللعيبه النهارده لازم تشيلني اخطاء كتير قوي في الملعب غير مبرره. أي. في بعض النهارده اخطاء في التحركات في الملعب نفسه، في بعض اللعيبه النهارده مش يعني مظبوط، مش ملتزمه بالاماكن بتاعتها. في النهارده انا مش عايز اقول اسامي، كم تمريرات مقطوعه. صحيح. من لعيب المقدمه، يعني الكوره انا بوصل لايمن للثلث الاخير في الملعب على سان داونز، تتقطع منك الكوره، هترجع تدافع تاني. ما هو ده كله استهلاك لجهد وتعب. يعني السولية، ديانج، حمدي، ما هو ده جهد عليهم هم اول ناس، مش على ياسر و بالظبط. هم لازم مطالب يقطع الكره، هيجد كميه جري كتير، لدرجه ان عمرو السولية في الاخر
انا بشفق على عمرو خلاص. ما هو انت هو استهلك يعني عمرو استهلك تماما من تمريرات مقطوعه من بعض اللعيبه بيضطر يقطع يجيبها تاني عايز يقفل نص الملعب في الشوط الاول حاجه يمكن اجمعنا عليها كلنا هنا مش انا بس ان في ثغره في نص الملعب في توهان يعني في عدم انضباطيه في نص الملعب مع ان ده يعني مش انت عندك ثلاثه نص ملعب لما بينضبطوا وشكلهم حتى لو اترسوا صح ما عندكش مشكله. النهارده في خطا حصل في التحرك نفسه النهارده حمدي فتح كتير قوي ناحيه علي معلول الشوط الاول ما دي برضو حاجه مش مبرره بتسيب نص الملعب. بص يا ايمن هو اليوم النهارده كله اخطاء كله تعب كويس طلعت 1-0 الحمد لله بجد يعني الحمد لله 1-0 النهارده الشناوي متالق النهارده والوحيد في فرقتك حتى التغييرات اللي ممكن تعمل لك انتعاشه في 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 في, في الشكل وفي الاداء ما فرقتش يعني النهارده نفسي احمد عبد القادر في انتعاشه طاهر لما لعب في المكان ده ماشي مع ان انا من وجهه نظري كان حسين الشحات اللي لعب المكان ده كتير قوي وكان متمرس فيه وكان طاهر ممكن يبقى رابحه معاك لكن هو مستر موسيماني هو اللي شايف هو الادرى كل احترام ليه احنا بس بنتكلم احنا بس شايفين الملعب هو الادرى بشكل اللعيبه بتاعته. حسام حسن النهارده خد وقت كتير الحمد لله شويه كتير حاول لكن ما اقدرش احكم عليه برده مهما كانك انت صحيح انت مش ضاغط هجوميا ومش عامل كوره عرضيه كتير حتى في صوره جت على موسيماني اللي هو بيلعبوا كره طويله انا عندك اتنين بيلعبوا دماغهم بس الكره طويله ما تتلعبش من المواجهه يعني احنا عكسنا اللعب كله هي ما تعملش من مواجهه تعمل من عند طاهر من عند علي معلول زي اللي عملها الوحيد اللي عملها علي معلول النهارده راحت لحسام لكن توجيهه كان غلط وما ينفعش يلف دماغك هو لو وجه بس لو وجه دماغه بس لكن انا برضه بعذره البعد عن الملعب حاجه مش 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 سهله لكن خلاص مباراه انتهت خساره طبعا سان داونز كسبك رايح جاي مبروك عليهم انت خساره النهارده بالنسبه لك مش كويسه يعني كنت اتمنى النهارده واحنا تعبانين كده وظروفنا دي كنت اتمنى عشان كده بقول لك تعادل كان بالنسبه لي النهارده بالحاله اللي احنا فيها دي انا كان بالنسبه لي يعني مرضي لكن خلاص يعني المباراه ولكن ما زالت حظوظك موجوده لا موجوده ان شاء الله موجوده بقوه سان داونز خلاص تقريبا اتاهل رسمي انت ان شاء الله حظوظك موجوده وهتتاهل وكل حاجه احنا دايما بنبص دايما اللي بعد كده انت دايما انت تحب فرقتك تحب النادي الاهلي في المستوى اللي انت بتحبه صحيح. حتى لو انت تعبان وعندك مشاكل كتير قوي يبقى عندك ثقافه ازاي اطلع باقل الاضرار اقل اضرارك النهارده كنت ممكن تطلع متعادل ما تطمعش في المباراه صحيح. سيبها وخلاص لانك انت ظروفك مش طبيعيه صحيح كابتن اسامه